لو سمحت لي مع الأمين العام، خليني أنقل على جزء تاني برضو تحدثت معاك فيه النهاردة عن الزلزال في سوريا وفي تركيا والمساعدات. أنت راضي مع الأمين العام عن حجم المساعدات الأوروبية لسوريا مقارنة بنفس المساعدات لتركيا، رغم أن الاتنين في نفس المأساة ونفس الأزمة؟ بس أنا عاوز أقول لك حاجة، حتى المساعدات لتركيا ولسوريا لا تقارن بحجم ما قدم أو أعطى لأوكرانيا. أوكرانيا يعني ما هو الإنسان هو الإنسان والعدل هو العدل، لكن هي دي النظرة لإقليم ما ووضعية عناصر ما. الأتراك والسوريين الله يحظوا بالدعم الأوروبي والدعم الغربي مثل أوكرانيا. الدول العربية بتقدم في مشكلة العقوبات، الغرب متمسك بفرض العقوبات على سوريا، ووضعية سوريا معقدة للغاية. بعدين سوريا نفسها في أراضٍ خاضعة للنظام، وفي أراضٍ خاضعة للأكراد، في أراضٍ خاضعة للقوى المعادية للحكم، وهي أغلبها قوى متأسلمة أو قوى فيها جماعات متأسلمة. فسوريا لها وضعية خاصة حزينة جدا، لكن الإنسان يتأسى قلبه. وتركيا نفسها يعني ضربت ضربة مخيفة الحقيقة. صحيح. مخيفة، ملايين من الناس شردوا وآلاف قتلوا، حاجة حزينة جدا. تقول لي طيب والجامعة العربية بتعمل ايه؟ اقول لك الجامعة العربية عشان الناس تفهم ليست وكالة إغاثة، وليس لديها صندوق ميزانية ولا فلوس، ولا ليس لديها صندوق للإغاثة، وليس لديها حتى اي سوابق للعمل في مجال الإغاثة. لكن الدول العربية اعضاء الجامعة وهم جزء من الجامعة العربية لهم مساهمات كبيرة جدا.